بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. خ حدثنا علي حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. باب مسجد قباء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في 2 يوم يقدم بمكة، فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي 2 ركعة خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل السبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير ألا تتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. باب من أتى مسجد قباء كل سبت. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه 2 ركعة. باب فضل ما بين القبر والمنبر. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. باب مسجد بيت المقدس. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث 4 عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني. قال لا تسافر المرأة 2 إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في 2 الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد 2 بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي.